أحمد سلم الزور الله يحييك. هلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به وأطل أمرنا طاعتك رب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مساكن الصحة قلت حي كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله جميعا. قال: لساكن صح قول التحريك من ذيلين ناس عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أهوى بلا من علل، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ظها مضارعا وفيه واسم، ومفعل صحيح كالمفعال وألف الإفعال وألف الإفعال واستفعال، أزل ذا الإعلال والتزمع وحذفها بالنقل ربما عرض، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به إضنق من نحو مبيع ومصون ونذر، تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر، وصحيح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجود، كذا كذا وجهين جاء الفعول من ذي الواو لا مجمع أو فردية، وشاع نحو نية من في نوم ونحو نية من شذوذ هنم سعرا. هذا يقال له الإعلال بالنقل، وهو أربعة أقسام: نقل حركة عين فعل إلى الساكن الصحيح قبله، ونقل حركة عين اسم يشبه الفعل في زيادته دون وزنه أو في وزنه دون زيادته إلى فاء الكلمة، ونقل حركة عين الإفعال والاستفعال إلى الساكن الصحيح قبلها، ونقل حركة عين مفعول إلى الساكن الصحيح قبله. بدأ بالأول، قال: لساكن صح قول التحريك من آتي عين الفعل، مثال ذلك يقول، أصلها يقول. قال بعضهم: استثقلوا الحركة على الواو، والحركة على حرف عدة ثقيلة، فنقلوها إلى الفاء. الواو عين الكلمة، والقاف فاء الكلمة، نقلوا حركة العين إلى الفاء، فسكنت العين هي الواو. اصطلاح الصرفيين يقولوا: نقلنا حركته فسكن. إذا نقلت حركة شيء سكن، والحركة قبله مجانسة، الحركة المنقولة ضمة والمنقولة منه واو، التجانس واقع. قالوا: يقول ليس فيها عمل غير ذلك. وكذلك يبيعوا استثقلوا الحركة على الياء عين الكلمة، فنقلوا إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الباء، ثم الحركة المنقولة مجانسة المنقولة منه ياء، والحركة المنقولة كسرة، التجانس حاصل ليس فيها عمل غير ذلك. قالوا فيها يبيعوا، لكن ما قول اسم مفعول سوف تأتي أن أقوله بعده. هذا ما قاله. وقال بعضهم: ليس نقل الحركة للاستثقال، وإنما الأفعال من باب واحد، فلما علت العين في الماضي وعلت في المضارع، كره أن تعتل العين في الماضي تقول قال، العين هنا معلة قلبت ألفا، وتصح في المضارع تقول قال ويقول، قال هذا الأفعال من باب واحد. والدليل على ذلك قال أن الحركة لا تثقل على حرف علة إذا كان قبله ساكن، تقول عويرة يعور تحركة الواو ليس ثقيلة لأن قبلها سكون، صيد يصيد، فلما صحت في الماضي صحت في المضارع. واضح هذا؟ إذا كان الساكن غير صحيح مثل عوق فيها واوان، الواو الثانية متحركة والأولى ساكنة، لا ننقل إن الساكنة قبلها ليس صحيحا. كذلك عين العين الثانية متحركة وقبلها ساكن لكن هو صحيح. وكذلك عاين كذلك لا نقل فيها، عاين وقعون. قال: لهذا النقل شروط: ما لم يكن فعل تعجب، فعل التعجب لا ينقل. تقول: ما أبينه ما أقوله. لماذا؟ هذا فعل، هذه الصيغة بنيت على المزية لا تغير. ثم ما أقوله ما أبينه، أو تقول هذا أبين وهذا أقول، هذا يأتي في الحكم الذي بعده. المهم لا يكون فعل تعجب،
فتعجب بينا هكذا على المزية يشبه افعل التفضيل، وهذا التفضيل اسم ولا ينقال فيه لسبب سوف يذكره ما لم يكن فيه، ولك بيض هو هو بيض لا يعلل فيها، لو عللت لاشتبه مثال بمثال، بيض ستقول حركة الياء إلى الباء وتستغل همزة الوصل جي بها لسكون الباء، والباء صار متحركا يصير له باض باض، يصير من البضاضة وهي جمال البشرة لا يصح، بيض وسود لا يصح به. وكذلك أهواء، أهواء إذا نقلت حركة الواو إلى الهاء، حركة العين إلى الفاء سوف تعتل الواو تقلب ألفا وسوف تلتقي مع الألف التي بعدها، وفي اللغة لا يتوالى على لا بلا معلم. وكذلك قالوا من هذا يفعل التي معنى فعل، مثال ذلك يعور مثل عور عور لا 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 فيها عور عور لا لا فيها عور عور لأن ما قبلها عور ما قبلها ساكن عور. وكذلك ما كان بحكمها مثل عورة يعور لا 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 فيها، هذه لم نذكرها بنالك هو هو بلا من علل هذا الفعل. انتهينا ثم خلص.